أكد وزير البترول طارق الملا أنه تم الانتهاء من عمليات التقييم الفني لبوابة التعدين، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج في مجال البترول والغاز. أضاف الوزير خلال لقاء مع وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية في مصر أن بوابة التعدين ستحتوي على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية بمصر.